بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. داود ضيار، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم. كسو دواذا حلقة اللبادي برنامج كيني قصص الأنبياء. حوقي وحين كسو يرشا كيني حلقة دي قهر سيهور دعبا يا هيد النبي جاي الرسول كفرق قود حية. كذلك وحين حوقي كي يرشا كيني قصص كني شيكوين كني فايدة إليه ذا هاي iyo tusaalooyinka laga qaadanayo iyo waxyaalaha laga macaashayo in la barto qisaska anbiyaaga ama noqoto kuwa ku soo aroray kitaabka Ilaahay subxaana wa tacaala ama kuwa uu nabigu calayhi afdalus salaati wa atamu tasliimu inooga sheekeeyey. Maanta waxaynu ku bilaabaynaa nabigii ugu horeeyey, abul khalq, abul bashar, aadam calayhi salaatu wassalaam. Aaisha waxaa laga soo wariyey radiallahu tacaala canha xadiid kaana cabdirasaaq filmusanaf iyo qeyrkii bay soo wariyey inuu nabigu calayhi salaatu wassalaam yidhi خلقت الملائكة من نور، خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. عليه الصلاة والسلام ملائكة إلهي بكاء أبوري، نور بكاء أبوري، نور بكاء أبوري، افتين بكاء أبوري، جانك يكين كر إلهي سبحانه وتعالى النار يضب أولى بكاء أبوري. وخلق آدم مما وصف لكم، آدم نوح لقاء أبوري وحي عليه الذين تلمامي الذين شاقي محيط أمرك وحيلا لأنه تمام لأنه شاقي إيه ربي سبحانه وتعالى ونبي آدم كأبوري ومن آياته أن خلقكم من تراب إلى هيره هذه سوى حكم إذا ربي سبحانه وتعالى إنه عيد أما بولا معيد إذا كأبوري وهو الذي خلق من الماء بشرا إلهي سبحانه وتعالى بيها كأبوري بشر فجعله نسبا وصيرا وكان ربك قدير أبو ربي سبحانه وتعالى إليه ربي سبحانه وتعالى وحي نو شيغي ان الله جل وعلا وعيد كابوري بني ادمك واذ قال ربك للملائكه ربي سبحانه وتعالى واذ قالت الملائكه واذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من طين ربي منك سبحانه وتعالى ملائكتك ويلي طين اما روبا ين كابوري بشر مركا ارنت الله سبحانه وتعالى ابورتي وجه ريسي النبي ادم عليه الصلاه والسلام قعمه سوكو سميي عيد بان ربي سبحانه وتعالى وكابوري سندنا وحي نو شيكتي ارنت علمي قولي نو شيكي اي علماء ذو مركي بارين دوبادي اما عيد دي لغا ابوري قفك بني آذن كا وحلا شيكي عيد داس اني كسو قانتا هاي ان كبضان بقول عنصر اما بقول يعني ماددود با لغا ابوري عيدة بري هذا كمركة شركي سي لتحليلية أما لا أنا لا يسقرية أما الله بارينا وحلو قادي صدحية لباطن عنصر وبقولك كم ذا أي إلهي سبحانه وتعالى وكأبور بني آدك ويكم التهاي أكسجينك ويكم التهاي هيدروجين وكم التهاي لبضا مركة لا يسكد ربيها ولبضا لا يسكد روابيها قفك بني آدك أنا وإنه هاي شركي سبقول كيبة الضباطن إنه بي إلهي كأبوري وجعلنا من الماء كل شيء حي وحول النول بيها أي نوغده يعني أساس لوغده يبو ربي سبحانه وتعالى يدينا وشيغي أنا صرت كالي كربون كاكمذا نيتروجين كاكمذا كلور كاكمذا كالسيوم كاكمذا بوتاسيوم كاكمذا نيتروجين كاكمذا سيلينيوم كاكمذا كاديوم كاكمذا بور كاكمذا فلور كاكمذا هذا ما جده ويفر بذيين ولا ريال إلهي سبحانه وتعالى ملائكتي سيسقوا الله الله وإذ قال ربك للملائكة ربي منكم ملائكتي سيكويري إني جاعل في الأرض خليفة لك وحنك أبو ريامد خليفة ولك عمره أيولي وحوش هاي إنه الدوني إن يده الدوني ربي سبحانه وتعالى إنه آدم أبو رو يذر يديسا وهو الذي جعلكم خلائف الأرض سقأت إلهي سبحانه وتعالى مستخلفين يقولوا ينروك الدحرية إذن كدقي أنس بوحى لك سوورين إياه وحوي أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام مرك الله سبحانه وتعالى النبي آذن أبوري كنظوك أبوري تركه ما شاء إن مدى أبو يسكدهي أن يتركه وإنتو إلهي وطرق ري إبليس بات بيتنا سووريغي إبليس بوحكو وريغي أبو ردن نبي آدم عليه الصلاة والسلام وأنت الروح لقوا أفوف فينظر إليه تتروح أركينه أجوف فهي حق وري حق دمبينه مارتك الضلولة يو أركي
markaa markuu abuurtaa arkayba wuxuu ogaaday khalqigaasi inuu yahay khalqi aan isqabsan karayn, si aanu isu qabsan karayn, yani khalqi iyo abuur aan adkaysi lahayn. Adkaysigaasi markaa waxaa lagu fasiraa, culamada bari waxay dhahdaan shahawaadka kama adkaysto, wa bani aadamka zuyina linnaasi xubu shahawaat buu ilahay yidhi. Wa bani aadamka waa adiga jeer naftiisu shahawadda ayay jeceshahay, shahwatu lmaal, shahwadda xoolaha, shahwadda caruurta, shahwadda dumarka iyo wixii lamida. Kadalika bari waxay dhaahdeen kama adkaysto waswaaska, waswaaska khanaaska ah kama adkaysto ayuu qolka labaadna yidhaahdaa. Qolayka barena waxay yidhaahdaan kama adkaysto carada, uu caro badayay bani aadamku oo caradaa ma kontrooli karo. Marka ama waswaaskii baanu kontrooli karayn, ama caradii baanu kontrooli karayn, ama waxaanu kontrooli karayn shahawaadkii iyo maladaadkii iyo dhalalaalkii adduunyada. Ibn Cumar waxaa laga soo warinayaa, wuxuu yidhi jinku, abuurta jinku 2000 sannadood ayay aadam ka abuur horeysay, dabeetana dagaal bay galeen, fasafaku dimaa, dhiiggii bay qubeen. Ilaahay baa subxaana wa tacaala jundi malaa'igta ka mid a usoo diray, kaasaa kala gaabiyey, intii kalena waa la eriyey. Jazaa'ir albuxuur, jasiirada badda ku dhex yaala ayaa loo diray. Wallahu subxaana wa tacaala aclam. Yani dabeetana markii ilaahay subxaana wa tacaala nabi aadan abuuray, waxaa maroor dilaacay qolooyin, waxaa yani arinta la yaabay oo diiday malaa'igtii. Malaa'igtii markaa xumaan kamay ahayn, laakiin way la yaabeen. Waxay yidhaahdeen waqaa rabuka lmalaa'ikati inii jaacilu fi lardi khaliifa, waxay yidhahdeen qaaluu atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa, maxaad uga keenaysaa qolooyin dhiigala quba, fasahaadna dhulka la yimaada. Laakiin annagu wanaxnu nusabixu bixamdika wanuqadisu lak, haddaanu malaa'ig nahay waanu ku tasbiixsanayna habeen iyo maalin, waananu ku weynaynaa, kumana caasi yeelo habeen iyo maalinna waanu ku caabidnaa. marka haddii aada ugu talagasha inaad abuurto abuurtan cusub si ay kuu caabudaan, fanaxnu awlaa, waayo anagu mana daallo, mana dhibaa, mana seexanno, waxa weyaan cibaadadaas umaan ku jirnaa. dabeetan rabbi subxaanahu wa tacaala cilmigii buu isu celiyay, wuxuu yidhi malaa'igow innii aclamu maa laa taclamuun, waxaydaan ogeyn imtixaanaa jira adduunyadan dhan iyo abuurtan iyo waxaan dhan idinku waruma haysaane, innii aclamu maa laa taclamuun. cilmigii buu rabbi subxaanahu wa tacaala calaamu lguyuub isuna isbeeyey, maslaxadda raajixa ah anigaa og ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala ku yidhi. dabeetana wuxuu u sheegay in aadam ilaahay uu sharaf siiyey, uu kaga sarreeyey aadam iyaga cilmigan ilaahay subxaanahu wa tacaala baray. wacallama aadam alasmaa'a kullaha, rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu sheegay inuu aadam magacyadii oo dhan baray. waxaa qiila asmaau lmalaa'ika, mufasiriinta bari waxay yidhaahdeen magacyada aadam la baray waa magacyada malaa'igta, waxaa la yidhi kale waa magacyada dhuriyadiisa sida Tabariya ibn Kathir baa ay sheegayaan. waxaa la yidhi waa wax walba magaciisa ayaa ilaahay subxaana wa tacaala baray, qofka bini aadamka, xayawaanka, dhulka, beerta, cirka, badda, adoonka, macayada, dameerka iyo waxaasoo dhan, magac walba buu ilaahay subxaana wa tacaala baray ay mufasiriinta bari yidhaahdeen. xitaa hawada qofka bini aadamka kasoo baxday sida ibn cabaas iyo qeyrkiiba sheegayaan ayaa ilaahay subxaana wa tacaala baray bay leeyihiin. bukhaari ba wuxuu soo wariyay can anas ibni malik radi allahu tacala anhu nabigu calayhi salaatu wasalaam yidhi muminiintu maalinta qiyaamaha ay soo imanayaan, dabeetana waxay odhanayaan low istashfacnaa ilaa rabbina, haddaan rabbigay shafaaco weydiino aadam bay u imanayaan. fayaquuluuna anta abu lbashar, aadam u adigaa basharka aabahooda, khalaqaka allahu biyadeh, ilaahay subxana wa tacala gacantiisu kugu abuuray, kugu sameeyey, malaa'igtiisana wuxuu ku amray inay ku sujuudaan, magacyadana wuu ku baray. ila xadiidka insha allahu tacaala dhamaystira, intaasaan yani muhiimka ah caddaynaysa fadliga uu ilaahay subxaana wa tacaala aadam malaa'igtiisa ka kor yeelay. alxasan albasri baa wuxuu sheegay, wuxuu yidhi markii ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuray aadam, malaa'igtii waxay tiri rabbina subxaanahu wa tacaala ma abuurayo abuur ilaa iyana inagu ilaa aynu ka cilmi badan nahay inagu mooyaane, abuur waa abuuraba inagun baa ka cilmi badan bay yidhaahdeen. dabeetna waa lagu imtixaamay in kuntum saadiqiin. subxaanaka laa cilma lana ilaa ma callamtana, haddana waa kuwii dambe yidhi ilaahayna markaa subxaana wa tacala wuxuu caddeeyey inuu isaga cilmi gaara rabbi jala wacala uu isaga baray. faidaa sawaytuhu, markaan abuuro, wanafaktu fiihi min ruuxi, markaan ruuxa ku afuufo, faqacuu lahu saajidiin, wa amara ilaahay subxaanahu wa tacala ku amray inay sujuudaan. afar arrimood buu ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu aadam abuuray uu ku sharaf yeelo kusoo dhaweeyey, ilaahay gacantiisu ku abuuray, ruuxdiisana uu ku afuufay, malaa'igtiisana wuxuu ku amray inay sujuudaan, magacyadana wuu baray.
ولذلك البخاري وحا لغا سوري ابو هريره رضي الله تعالى عنه وحو النبي عليه الصلاه والسلام قف ابو بصري كدو ولكن لا دغالمو فليتجنب الوجه وجهك انه وجهك وحيلها اسك الىاليو واي اله با سبحانه وتعالى ادم صورتك ابو ري العلامه الالباني رحمه الله تعالى وحديثك كشرحوا لي اي على صوره ادم صوره النبي ادم اي اله سبحانه وتعالى قفك بذلك كذلك وكو ابو ري ولذلك قفك مسلم كما قفك مسلم كوجهك كعايو الى قبح الله وجهك وحوي قفك سي آدم عيدا سي آدم نوي قاريسا محايا لي فإن وجه المشتوم يشبه وجه آدم ويقفك اللعي وجه قيسو وحوي وجه آدم عليه الصلاة والسلام لكن وحا فرق يودحيا وحويا آدم إلهي بس سبحانه وتعالى قعنتي سكوا أبو ري مرحلة ظهن قفك نشاء صومرنا مو صومر لكن بني آدم كعادي دي مرحلة من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة يعني تلابوين بو صومر سقال كابلون إلى أن تقف من آدم كيو كردنا حسد كالكاس وكبلومي دويدا وهرية إبليس باوح حاسد النبي آدم عليه الصلاة والسلام محايا لي ربي سبحانه وتعالى أفرطة شريف ذو بسيي طبيعة لم حويلي أنا خير منه يقولوا ودي قضضو حناقي وكحماضي ويسعنعني وحويلي أنا كخير بضل نار باديك أبورتي إساقنا عيدي الروبات كأبورتي وأنا قياس كدويدا وهرية أرجع صديق سأود عليه سأود على هيد وحلا قياسه اللي يصب كومبرجريو اللي يصبر برديجو إبليس عليه لعنة الله أي قياس كيس قياس كي وجوه الرئي أول من قاس إبليس عاد عيد يطيحنا وسيدي ابن سيرين شيخ وحوري قف يقول قياس لي من إبليس بوها عاد عيد يطيحنا لقوم وحلو عابدي وقياس تأوديد إبليس وسأي نقول هاي علماء دخيلة بكتا قال لكن إبليس ملاك ملاكتا مو هين أول نولا أو سكون نوع ماها محان سكون نوع هين إبليس وحكا أبو رمي نار بني محي ملاكتنا ونور بي إلهي سبحانه وتعالى وكا أبو ري إبليس ذريت بقول لي هاي ملاكتنا ذريت ملاها أفتتخذونه وذريته أولياء ما يسجد ذريت يساوي أولياء كده كان يسابوا إلهي لي إبليس ما كان ودلا عرور بقول لي هاي ملاكتنا مدرشوا إبليس لا يبو عاصي لي وككبري ملائكتنا وضومه مكرمون ولا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون ربي معاصيان وحر ربك أمرنا ويكسوا بحان ملائكته السجود دي آدم حي هاين مفسرين توي خلاف باكتاقا ملائكته السجود دي آدم من ملائكته أردنبا مسوا قيب كمدة وحان الصحيحة جمهورك ملائكة الأرض نيهين إنه ملائكة الأرض مع وحى ظاهرة واسجد له ملائكته إنه عموم تهي مرغين ملائكة أوردن تهي من ملائكة أوردن با مسواك وردلك وحى عموم كوشيغية إنه ملائكة أوردن أي كذلك تهي إبليس مكا الصمد أم يوشوغي ها إبليس الصمد أم يوشوغي وصمد أم يوشوغي وحكو عطينا إسا مركا لغسو صار الدونو فهبط منها كالسودك كالسودك عروة ميل سرى أيوم كالدعضاء أخرج منها كالصوبح دراسي دليل بيوتهاي إنه سمدك تشوغي شهر ابن حوشب وحوشيغي وعولي إبليس جينكا يكمدها فلما فسدوا في الأرض مركي لوكا كفس هذين إلهي سبحانه وتعالى جندي أسكر أصدري أسكر تاسال لدك عالنتي ووحي أدرتي بدا إبليس مكا وحوكمدها قلو ينكي إلا قفاشين ملايكتو أي سمد أكا حيستين مكالكا سوتشوغي إلهي حلق اللغة مردونين وسوتشوذو وديدي غور ما لابوري آدم أبا وح لابوري سيدي حديث كأبو هريرة صحيح مسلم صحيح مسلم أبو هريرة وحو شيغين ورسولك قعنت إذا قبته فقال وحيقول بولي خلق الله عز وجل تربة إلهي عيد دويح أبوري صبت ذا بورها نوحكو أبوري أحدا قيدها أنا ربي وحو أبوري إسنين تا حمانتي مكروها ويصمت كمتها وحيوانا وحقار صداي حناي كمتهين ألم كي حنون كي هلاك كمتها سلاسذ ربي أبوري نور كي الله يركنا إلهي وحو أبوري أربعة دواب تنا ربي سبحانه وتعالى خميس تأيو كسو دكي والكاين كنو لاتو وخلق آدم يوم الجمعة آدم نوحو إلهي أبوري ما ننتج معها صلاة عصر كدب ساعدنا وقدم بيسا المغرب عصر يا مغرب ودحيسا أيو إلهي سبحانه وتعالى نبي آدم نأو أبوري
حديث كي صحيح صحيح مسلم كصقنا حديث أبي هريرة وحبي النبي عليه الصلاة والسلام ما ننته خير بدن عد عدي صوب أحضي وما ننته جمعها وما ننته إلهي سبحانه وتعالى وآدم أبو ري وما ننته وآدم كرنضة قلي وما ننته كرنضة وكصوب بصاري ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة ساعدنا وحي كعيسى وكلية ما ننته جمعها حاو إلهي رالي أكن نقضو إلهي سبحانه وتعالى وحكو أمرين وحاو وطاقو وسكن يد قناشو كهلو وانا زوجتي سيب كان نضع حاسك يسكاء هايد سيدة سورة الأعراف هي سورة ضفر بضن بولا ليالا كذلك ينو شيقيان مركا آدم قرما لأبوري حاو أحاو حالا أبوري إنتانو آدم كان نضع قرين ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وإلهي لي أذقي كان أذقي حاوي كان هذا قرأ ده مركا والله أبوري مركا كهر ويان سيد ابن إسحاق غير كيس با وشيغيو ابن إسحاق وشيغيا ابن إسحاق طبعا ونكي تاريخي جاها كتب كيس التاريخ تاريخ ابن إسحاق وقرن إنسان ابن هشامنا وشرحي وحشيغي إن الله سبحانه وتعالى أبوري حاوى وفيد فرتا بيدحتا كوتا الله وكا أبوري نبي آدم السقو أهردة طبيعتنا وهلبكي ساري والكي لغا ساري هلب الله سبحانه وتعالى وكو كفر قريي أي إنو شيغيان سيدا إنو أغنهي كروموسومات كادي لو دبلو نقضى حق ساينس كا كروموسوم كو قفك الدمر كي وحي كانتا إكس إي إكس أي صوبر نكتا أما يقود بيسا لنين كامل اللاب كنو حسو قد بيا X إي واي مركا لاب كاسي أدي ونين كاسي و إغس كانو يدي مرو بي إغس بي كانيسا إنان بار نراتا أدي مركا إساقو واي دا كانو يدينا إغس أي كانتو إغس واي جينا واني ويان ولذلك علماء ذو حيلا هذان مركا ونين كو حاسكي سلادة قالما يو أما دي هبلو بضانو رشو ولان يو وان كولو قرسان إيا أما مثلا با هبلو باد نشا وحلو عدهي علمي جين إمكا عصبوح وعدهي إنين كو كم بسولي هاي ويليا قبارو حيلا لنا إيا واي إغس يا واي بو هايستا أدو إغس ديبانا إنان بعد لنا إيسا أدو واي ديبانا إنان بعد لنا إيا لكن يضو مروا بلا با إغس بي ديار لطاهي وي سوغيسا قفك دو مركي أي سوغيسا مركا تعانا وحال العدية قفك بنادك وحي الله سبحانه وتعالى سيينو مهد عليو وقاذبا حتى إن قطيح تا حقا وحبحنتا إننكو كم سوليا وحبحنتا ويلكي قبضو أي كود لنا إيا ولذلك نبقى عليه الصلاة والسلام وحي نوا أمرين دو مركا لو في عناده ولون حريستو استوصوا بنساء خيرا دو مركا خير يوناك أياني ذي كولا دردار ميانا وفشان وهي إلهي سبحانه وتعالى فير بك أبوري فير قال الله عذب ربي سبحانه وتعالى قفك دمرك كأبوري أدى تسكد إذا مكا فير تينا توسي سيد ويتشوي سا أدي أدي سيدنا سا سيوق الله سراني سا مركا كولا نولا ذا قلوعة أي نبي قولي عليه أفضل الصلاة واتم التسليم وكو حين ولا دردار مي إن دمرك الله في عناده أمرك إلا قاتوية ولا ريال دمرك تضبطن بها يعني رك بضن إلا يعني إن يرمو يه ودبان دبتون فربضن بيدو مركو كيستان باور بيكو استعمالان أفلقات دي ولا تقان قعن بي ولا تقان شقض إياه وشي لقب الله هلا مقبتان إن كم يدي تذكر لمقبتان ووي حقران مخوص بي أدقان تاسي وصي النبي عليه الصلاة والسلام قف حاسكي سو حماضة وحويا وقف وصي النبي عليه الصلاة والسلام كهريمد استوصوا بالنساء خير ابو النبي ويلي خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي ويلي كين اذا خيرك بدل واك ريركيسا كو خيرك بدل انا ريركي كو خير بدن ايو النبي شيغي مرقا تا ان كسوبخنا ولاليال او دمرك لو جيجبناده او لو فيعناده او نحريس لو ليمادو الى الله سبحانه وتعالى مسؤوليته كو ساري غورغا بيديه ويده با كسو كحيستاي حافظه ادي با كسو خدي مرقا ان اد وناغي معامله فيعان لما عاملوتيد اد اياد واجب كو عروبه كو دليسا عنتي كو كرنيسا وحول بكو قبنيسا سكبات كهليسا ونحريس كالقعلبات كهليسا نفس بات كهليسا مركا انت لفت الكذا آدي الله إلى ليو إن إلى ليانا ويجرتا إن رنتي دبينا ويجرتا وانت قريا اسكا تغان ومغالا دبك قوران أفرشا صنوان اسكم مقناضة وإلى هذا معلقة أركا تشوك ورقا دي صوصي ما سينا يو إركا يدلوك عطيك تيتيدو ورقا دي سين ما يو تانا لسكا إن شاء الله تعالى إلى ليو قيت كي اللي عوني محوها مفسرين تبربوح كهاتر لي تفاح بوها تمر بوها كانوها قيت كي اللي أقاذ ما انتاي عونين آدم يحاوي عونين أودي كنظر لك قصاري وحلالي وحفايدو ينو اللي هي قيت كاسين إن أقاذ نو مكرتو فائدة دينية وشرعية ومقصدة ومنهج كينا وحكب بالدليسة أبيرات ولا تقرب هذه الشجرة ورقيت كاسكا إلى ليه وإلهي سبحانه وتعالى يلي قيت كنو عيسي رميسنا لينو مشرحين كان هذا القصاري ما كان ما كان هذا السماد عبا مسوى كان كله علماء ذو خلاف ذاك تاجن تي وحين شمور كنت وضبطن وحيليين وات السماد كوت على عرق كوت على كان هذا تاسي جنة المأوى ويا ويا آدم سكون أنت وزوجك الجنة أي رب سبحانه وتعالى يلي
ابليس بعد وقتنا وسواسي ابليس وحوش هاجي جيت كا مركل لو امرين اسكيل عليا وربي سبحانه وتعالى وكو امرين جيت كا اسكيل عليا وحويا وحكويلي ايمانكم ربك وانا شجر جيت كا ربي وحيدين كيدي كديدين ادن اسكيل على لسان ان عنت وحيدين كديدي الا ان تكون ملك الا ملكتين اما قولوا سببت اذا اودت كواري ما كو تن كوارتان ايه وحويان عنا مكا وسواس كاسو ليمد وقاسمهما ودارتي اني مارتي جيت كا عنان inu nasteexaynayo saaxiib inuu yahay buu sheegay oo iyaga xagooda u jiro taa sidii baad dabeytana geedkii haladulku ala shajarat alkhuld wamukhi la yabla geedkii aad ku waareysay iyo boqortooyadii aan waligaa iska ka bedelayn marka ma ku tilmaama dabeytana markii sidii ugu waday sidii ba geedka ku cuneen sidii ba rabbi subhanahu wa ta'ala sawaatuhuma sidii ba awroodooda ay ku kashafantay sidii ba rabbi subhanahu wa ta'ala uu jannada rabbi uga soo saaray حاوا مركا جيت كهور عنتي سيدي لشيغيو يدانا كو يعني كو ادكيساي انو او كو بريداي انو عنو الهي بار سبحانه وتعالى رنت تاوق حديث كي ابو هريره رضي الله تعالى عنه حديث كي البخاري ومسلم سوريين لولا بني اسرائيل لم يعني وحي لم يخنز اللحم أي نبي عليه الصلاة والسلام لم تكن أنثى زوجها مرقتها النجوى حين قصينسا قفت مرهل بن إسرائيل داني كير الهين قفت مرنا ما خيامين ولولا حاوى لم تكن أنثى زوجها تاسع شاهد نوع حاوى داني كيرن قفت مرنك إذا ما خيامين خيام هذا لقى وضع وحويه دو حليه وشكتي كآخر ذي خيار ذي مثل بقول الله فيها وحماها محايل علم ذو حي شكتي دهنن كلام دو إذا ما هو كيرن بمركي النبي حاوية وآدم أكن هذا كصوب دوران marka khiyaanada noocaas laga wada waa khiyaano macnawiya oo laga wado amarkiisa bay ku khaayantay oo wacni way qaadan weeyday ama way maqli weeyday kitabka tawraada safar takwiinkiisa la yiraahdo ayuu ahaysta qoloyinka ahlul kitabki wixii qofkii u sheegay inay haawi مثلا بقيت كعنتو وحيدا دروا مسكي ما وحيدي إيه ذا مركا كتري عنا أو يزق قرح سي طيب ترى حواء كعنتي وأطعمت آدم آدم نوي لدنسي سي وليس فيها ذكر لإبليس إبليس لما كان حقا كتاب كاتك سفر تكوين كإبليس هي كذا إنه كتر ما يسوا هذا القاذن لما يذيبوا كحما ذين إني قيت كعنين إني كردي كصوب حين وأنا دائما قال ربنا ظلمنا أنفسنا ducadii inagana naga rabay in aan halkan ku ducaysano labadeenii waalidnay ku ducaysteen in inay iyaga tafirtoodi baynu nahay qala rabbana rabbika yaw dhalamna anfusana naftayda wana dhulminay wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin adaa dambigayga dhaaf weydo oo noo naxariisan weydo khasiriin kuwa khasaaray ayaanu noqonayna qala rabbana dhalamna anfusana rabbika yaw wahru dhulminay naftayda wa in lam taghfir lana adaa dambigayga dhaaf weydo oo noo naxariisan weydo khasiriin tanu kam noqonayna wa i'tiraaf نقفك اعترافه ولا ليه وربي سبحانه وتعالى انتبهك وكعه وبريه وربي سبحانه وتعالى دمداف ويديسته وكل بني آدم خطاء بني آدم رونا بخلط بكتلة خلط كاقنا ذي الله سبحانه وتعالى دمداف آد ويديسته وان ويديسته أي آدية حقيقة مهم أوه وتوبت كان النبي آدم عليه الصلاة والسلام وتلقى آدم ربي كلمة فتاب عليه إلهي سبحانه وتعالى توبتي سواء أقبلي وانو كأقبلي ابن عباس بوح لقى سورين ايا ايادي اهيت فتلقى ادم وربي كلمات فتاب عليه قال ادم بوح لي يا رب ربي قيو الم تخلقني بيدك ما رجع عن هذا يقوى ابورين قيل له بلى هابا لقيري ونفخت فيه من روحك روح هذه بادي يقوى فوفتي قيل له بلى هابا لقيري وعطست وان طبيت نوان هندسي فقلت يرحمك الله وسبقت رحمتك غضبك رحمتها ذا غضبك اعراضي كهريسي قيل له بلى هابا لقيري وكتبت علي ان اعمل هذا وحان ذي قرطي ان اردت تاصم ايو هابو بلى قال افرايت ان تبت هل انت راجعي الى جنه جنم يقول عيني ساتن توبت كانوا هابو يلي الله اكبر حاكم يا ابي داوود ابن ابي حاتم بسوري ابن جرير في جامع البيان ابن عساكر في تاريخ دمشق اسناد كيسن هو حسن وي احتجاج آدم وموسى آدم يا موسى محاجة أيها كدعضي موسى أيها وحامر مي آدم عليه الصلاة والسلام سيدي أبو هريرة حديث كي وشيغي وبخاري ومسلم سوريين أنت الذي أخرجك الناس بذنبك فقال له عكويلي أذيك أعطتك كنذك الصاري وشقاق يلي باتضوعا آدم باكولي يا موسى موسو أنت الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه أذيك وكيل آي سبحانه وتعالى كود دورتي كلمتي يزين وكلها لنا كود دورتي أتلوموني على أمر موحد يعني أذيك وقف صنيس أذيك وحيستها أرني الله سبحانه وتعالى ويقوري أنت آن لي أبو رمبا
inta la abuurin ka hor arin ilaahay subhanahu wa ta'ala igu ii qoray ilaa waxaan qoran un baa qodob balaanka uu soconayaa ma arinka ilaahay ii qoray ayaad igu haysataad igu qabsanaysaa faxaja aadamu muusa aadam baa dabeetana xujeeyey oo xujadii ka helay muusa calayhi salaam riwaayadkana waxay sheegaysaa 40 sano ka hor intaanu ay abuurin maarinkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qoray 40 sannadood intaan lay abuurin ayay taasina ay jirtaa أبي موسى رضي الله تعالى عنه وعلى قصة وريني حديث الإمام أحمد يا أبو داود يا ترمذي غير كوذ بأي تحسين يا ابن حبان صحيح عيسى وكل شيء غيو إنه النبي يقول عليه الصلاة والسلام إلهي سبحانه وتعالى وحو قبطي وحو أبو ري آدم من قبضة من قعن لبوحي أيوك أبو ري من جميع الأرض رولك أردن يعني عيد لقصة أروريا رولك أردن وقعن بوحيسة قبضة يعني أما عن توق بوحيسة أي إلهي سبحانه وتعالى نبي آدم كأبو ري فجاء بنو آدم على قدر الأرض تذكر بني آدم من كل الكوذ ينوعه وحو النقضي دار رولك أردن هذا مبالغ لقصة أروريا نوع ولا باء نوع ويهي فجاء منهم الأبيض من عض مد عص مد مذو مد خبيثة مد طيبة مد وناكسن مد حن مد شبشبن وفضض مد أضق وهكذا أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إبليس آدم توبت كاني فتاب عليه لأنه كاقبري إبليس أنت محوك قبي أنت أديت بوقح ماضي مركي إلهي سبحانه وحوه العظام مركي إلهي سبحانه وتعالى آدم وكوامرين وسجوده لآدم قدي قد وي أمرين وي قاتين وإبليسنا وودي ذي حاسد نماء وذي بودي ذي وقولي وايي إن إلهي سبحانه وتعالى منزل ذا صري إيا فرطار موضي وكو شرفي أي كم التعين وتذكرني إن عدو البيلي وسجوده أي كحماضي فطرده الله وأبعده إلهي سبحانه وتعالى طرديي قال فاخرج منها فإنك رجيم كبح كبح فإنك رجيم وإذن عليك لعنتي إلى يوم الدين وأنا لعنت إذن كل كاكي صارنت إلى يومي إلى 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 إنت صودا قال ربي فانظرني إلى يبقى البضي إن حوغي لو يرك هذيو أو إلى يوم أنت قيامة يسقون ضدك كلي قالك وقلي لها أنت وسيك حين كري وسيك حيو قال فاخرج منها فإنك رجيم كبح وإذن عليك لعنتي إلى يوم الدين وأكون عضري قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون بل يرد إلى يوم أنت قيامها قال فإنك من المنظرين ما أنت أما وريكوست كاكا هي طلب كاكا أنا وانكوسي أبيل كاسات قاضتي وانكوسي قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم إلى يوم ما ننتهز وانكو دايو كنا ولو تذكر ولاق قال فبعزتك وحن كل دارتي قوة دا ذي عزت دا لو قوي أنهم مجمعين قد قوض حقي وضلي وناك سليد بان كسار دونا إلا عبادك منهم المخلصين قولوا إنك مخلصين تاء الله كعب صدا كوا صن بين كل كريم مو يانه أنت كالأردن مرق وذا عبيه أيه ولذلك وحدون يديك وكل جي تجي لها النار تاء أنت إذا توصيك حيسان كريو إنه حابك هنما والعياذ بالله وغرقه مركان إنك أسوى العيال إلى بينوش يجينو سيدا يلي إلى بينوش يجي إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا عدو بوديه عدو نمدي ساء وعذو عدو كلك تاء قف كمك الراعية أي حمانتة وشيء جي والراعية أي زنا ذا كاق بريا أي خمر جينو عبك كاق بريا إنه مفرش habeen maan fadhiyo jaadun habeen maan uru aqligiisa lumiye ka aqbalaya wax weyn waqf sheeydaankii saaxiib ka dhigtay ilaahayna wuxuu yiri fatakhidhu aduwa fatakhidhu sadiqa lama oran inna shaytana lakum adu fatakhidhu aduwa wal adabu yidhi iska ilaaliya wal adabu yidhi iska ilaaliya markay la iska ilaaliyo runtii ayaa waajib kadalka inagu ah أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعلى قصه وريني حديث كي مسلم سوري إذا قرب ابن آدم آدم السجدة فسجد قال ابن آدم ملكه آيات سجدة قالوا إيه وسجوده شيطان كأويا أبرارتا وهوك بقى السجن بويري ابن آدم وحلقه أمرين وسجوده وسجودي أنا أقول سجودي واجديري إذا قلنا كنه لي هاي أنا أقول النار بان قليا وان عاصي يا لي بويري انت ابو جوغي ادم كنضا مركي الله سبحانه وتعالى ادم كنضا قليي وحاول لا جوغي او جيت كنت انا عنين مدفر بدن بي جوغن خلاف بالك تاغل مدداسي انت اي تهي لا يصح في الباب شيء علماء وحا شيغان باب كاسي سليم بن عيد الهلالي السلفي وحا شيغي ان انا وحلال وح صحيحه او لشيغي كريو ان انا جيرين ilma moogu dhashay kanada mise ugu mu dhalan talaf tarkeeda baabka wax la leeyahay wax saxiixa oo la sheegi karaya ma jirto waxay sheegeen in wax ugu dhasheen laakiin wax cad oo la cadeyn karaya ma jiro qisadii Habeel iyo Qaabil way isku ogtiinay kuna labadeen inay walaalahay is xasiideen la istilay dilmadii ugu horeysay duuida ka dhacday iyagu ay ugu sababahayeen Abu Darba waxa uu wadiyay Nabiga Cali (saw) kamil anbiya nabiyadu waa imisa حديث كابن حبان طبراني بيهقي غير كما سووري وهم سبي لعذين 124 بقول يافري لبعطان كوي ينبوي النبي عليه الصلاة والسلام كم الرسل بان كوي لبوي لرسل شوائم سا وصدح بقول يصدح يتهم بوي النبي عليه الصلاة والسلام حديث كاسنا انت تاس ايو انو عديي
taa waxay nagu xigta walaalayaal in aadam calayhi salaatu wasalaam dhimashadiisii aadan wuxuu dhintay maalin jimcaha malaa'igtiiba xanuudkii iyo kafankii iyo wixii maarata udgoonkii iyo carfigii lagu kafnayey oo dhan jannaday kala yimaadeen waxaanay tacsiyadeeyeen sida ay sheegayso kutubtu shiitha inankiisi shiitha ayay tacsiyadeeyeen. Waxaan la isku khilaafay xilliga meeshii lagu aasay xaawina kadib bay dhimatay. Cumrigiisa iyo da'diisii baa kadalika la isku khilaafay intii uu jiray ilaahay radiyallahu calayhi salaatu wasalaam. Waxaa tawraad iyo meelaha waxaa ku qoran in 930 sannadood uu jiray, laakiin qowlkaasi qowl saxiixa maaha, waa laga saxsayay. qolooyinka Ibn Cabbaas iyo Abu Hurayrana marfuucan waxay sheegeen in cumrigiisu lawxul maxfuudka uu ku qornaa inuu ahaa 1000 sano ama 1000 sannadood in cumrigiisii uu ahaa. waqtigeygi saasuu ku dhammaaday. sidaasaan kusoo koobay nabi abulambiyaa aabihii nebiyada iyo aabihii ummadda oo dhan, nabi aadam calayhi salaatu wasalaam, xoog yaro ka kooban oo sheekadiisa baan dulmaray. atleast qofka bini aadamka amaan haddaan hore u maqal ama hadduu hore u maqlay refresh ay u noqoto, haddaan hore u maqalla inuu xoogay fikrad ka qaatay nabi aadam calayhi salaatu wasalaam, abuuridiisii naar jannadii laga soo saaray, adduunyadii uu yimid, dhibaatadii isagiyo nebi ee kala taagan ibliis iyo shaytaanka, iyo dhibaatadaas inay tahay ila mid ilaa iyo maalinta qiyaamaha reer bani aadan iyo shaytaanka kala haysata, ilaa xataa taquuma saaca ilaa iyo maalinta qiyaamaha. khayr baan ilaahi subxana watacala idinka rajaynaya intaynu insha allahu tacaala habeen dambe nebi kale nebi nuux calayhi salaatu wasalaam aynu sheekadiisa geli doono. waxaan idinka tegayaa, assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu, fi amaanillah.